ناوي الاخر مش تمام. الجزء بتاع يونت ستيب فانكشنز الحته اللي بيبقى فيها الفانكشنز تظبط بعض والانفل عشان مش كلها مش من عارفين جدول بعض. نشترك ونجيب كاميرا نصور فيديو بعد السنة الجاية. تعمل في دكاترة فكهرة بلا طب ما تجيب اللي وين الفانكشن اسمها وان في تايم دومين، في الفريكوانسي دومين اسمها ايه؟ واحدة بس.
يبقى سيادتك عامله زي المخابرات. في المخابرات دي كود برضه المخابرات اسمه احمد حسين، واحد شغال في المخابرات برضه اسمه احمد حسين، ما خدش عقد مع المخابرات جوه ليه واحد. يبقى نفس القصه، يبقى سيادتك الفانكشن دي اسمها 1 في التايم دومين، في الفريكونسي دومين اسمها ايه؟ كونفرنس. ده يبقى صعب طبعا سيادتك زي الشاطر هتمسك كل الفانكشنز في الدنيا تجيبها لك قصه مسكوره. الناس بتوع الرياضه ريحوك وعملوا هم القصه دي. وصلوا ايه بقى؟ اهم فانكشنز موجودين، اهم فانكشنز موجوده. طبعا الكلام ده كله جه منين؟ جه من القانون ده اللي هو ده اسمه الديفينيشن، ده اسمه الديفينيشن. فروم ذا ديفينيشن جبنا ايه؟ لابلاس تيب، ده بنسميه لابلاس تيب. ان شاء الله في الامتحان احاول اجيب لك فورمولا شيت، لو ما عرفتش يبقى مش سبب، انا سبب في الطباعه او حاجه زي كده، عدد الورق او الوظيفه. انا هحاول احط لك الكلام ده في الفورم شيت. اف اوف تي اف اوف اس اشهر فانكشن عندنا 1، اللابلاس بتاعها 1 اوفر اس، التي هتبقى 1 اوفر اس سكوير. تعرف تكتشفها؟ تعرف تكتشف تي؟ طيب تي باور ان؟ طلعت طلعت ان فاكتوريال اوفر اس باور ان بلس 1. الحاجات التانية ساين كوزاين شاين بلاش بلاش الساين بكام؟ اي اوفر اس سكوير بلس اس سكوير. الكوزاين اي اوفر اس سكوير بلس اس سكوير. اس على اس هنسون. طبعا كمان الناس بتوع الرياضه جربوا الحاجات المهمه اكسبوننشال. الاكسبريشن لما حطها في القانون دي وحسب الانتجريشن طلع في الاخر 1 اوفر اس ماينس اي. فلاحظوا ايه بقى؟ لاحظوا ان من غير الماينس اي الاجابه ايه؟ 1. ركزوا معايا مش عايزين تفهموا؟ الناس بتتكلم اهي. على فكره اللي بعمله ده تفضل مني. لو مش عايزه امشي واروح اشوف الناس اللي مستنيه عندهم دراسات عليا. ناس قاعده مستنيه كده. عندهم امتحان ماجستير وامتحان دكتوراه. هما قعدوا الدكتوراه يسالوني قالوا لهم اروح لهم لسه الدكتوراه الساعه 6. المفروض محاضرتي هعمل لها الساعه 3 ونص. اخرتهم عشان خاطركم. هتلغوا؟ شوفوا انتوا طريقتكم كام واحد. عشان تيجي تلغي وفي الاخر تتكلموا. من غير ده اسمه ايه؟ وانا بريس اقول اثنين. يبقى تحس ان الواحد طلعت واحده على اس بس انا حصلها شيفت. طب مش احنا ممكن نعتبر ان الواحده دي موجود جنب الاكسبوننشال؟ فالناس بتعرض لك خلاص في الاكسبوننشال لما تجيب تويت جنبها حاجه بتعمل في ايه؟ بتحول الحاجه بتعمل شيفت. يعني لو عندك ال1 جنب الاي بتعمل ايه؟ بخبي الاي واحول مين؟ تديك ايه؟ طب والاي دي لما تظهرها تديك ايه؟ شيفت. يبقى اسمها نسي. وصلت؟ يبقى بالتالي هنخترع القانون ده كمان. ايه بقى القانون التاني؟ ان اف اوف تي لما تتضرب في اي باور اي تي. يلا شباب بلاش اف عشان في اف كده بلاش جي. لو انا عندي فانكشن مضروبه في اي اعمل ايه؟ اخلي اي احول مين؟ احول جي اوف تي. تصبح ايه جي اوف تي لما تتحول لحاجه ثانيه؟ هتصبح جي اوف اس. هتصبح جي اوف اس. طب الاي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل شيفت. يبقى بدل الاس بتكتب ايه؟ اس ماينس اي. خلاص كده؟ يبقى اول خطوه اكتشفناها الاكسبلينشن. تمام. طبعا انتوا مش عايزين امثله. عايزين امثله؟ الحاجه اللي مش عاملينها عايزين امثله. الشيفت محتاج مثال؟ تمام. القانون اللي اكتبه قول لي عايزين مثال. اتفقنا؟ عشان بس نسيب الطيب. وانت تستفاد وانا اقول لك ايه بدل ما اقعد احكي حاجات بسيطه وانت عايز حاجات ثانيه. تمام كده؟ لحد هنا الجدول في مشكله؟ طيب لو كملنا الجدول، حد عايز يسال؟ لا. طيب لو كملنا الجدول لو كملنا الجدول بس سيادتك في فانكشن ثانيه مهمه. ايه بقى الفانكشنز الثانيه؟ لو سيادتك كده كملنا الجدول مع بعض. في فانكشن اسمها يو اوف تي
تي يو اف تي بنسميها اليونت ستيب. هذه مهمه جدا وانا بشرح قلت لك مهمه جدا قلت لك بيستخدموها عشان خاطر الفلتر ديزاين والحاجات دي انا عايز الاقي حته من السجن. قلت لك الكلام ده كويس هتلاقي اليو اف تي لو اليو اف تي ما فيهاش شيفت على طول اللاس ترانسفورم بتاعها 1 اوفر اس. ايه ده؟ ايه ده دكتور دي؟ شبه واحد اليو اف تي واحد. ايه ده لو حصل حاجه بقى؟ ايه بقى اللي يحصل؟ يو اوف تي ماينس اي. لو حصل في دي شيفت لو اليونت ستيب فيها شيفت هتبقى الاجابه بتاعتها تطلع 1 اوفر اس اي باور نيجاتيف اس. حد عايز يعرف الكلام ده منين؟ اولا الكلام ده عشان تعرف منين؟ اهو بصوا يا شباب اليونت ستيب اليونت ستيب شكلها عامل كده عباره عن تي يو تي ماينس اي هي عباره عن حاجه كانت بصفر حاجه كانت بصفر لحد ايه؟ لحد لحظه لحظه اسمها ايه؟ عملت جامب وبقت واحد. يبقى حد يقول لي سيب عباره عن ايه؟ زيرو فانكشن لحد ايه؟ لحد اللحظه ايه؟ بعد كده بدات من بكام؟ حد يقول لي في الفوق دي كانت تيشن يبقى كانت بدل من ايه؟ بدل من هنا. طب مش بدل من هنا دي معناها ان الواحد كان من صفر بقى ده يبقى كده بتعمل ترانسفورم من الواحد من صفر بقى ده ايه؟ طب ايه اللي يحصل لما يكون في شيفت؟ ايه اللي يحصل لما يكون في شيفت؟ حد يقول لي ايه يحصل في القانون؟ لما تيجي تكتب القانون تيجي تقول له ايه؟ اش ده في كده القانون تقول ايه؟ لو ده ترانسفورم يو تي ماينس اي هتساوي ايه؟ هتساوي لو ده ترانسفورم هتساوي انتجريشن من كام لكام؟ زيرو ده النهايه الفانكشن بتاعتي اي باور نيجاتيف اس تي. للاسف الفانكشن بتاعتك بتتقسم ايه؟ حتتين جزء صفر وجزء من ايه؟ جزء واحد. يبقى الفانكشن بتاعتك هي صفر هي ايه؟ حد شاف كده؟ انت تبقى صفر من زيرو من ايه؟ انت تبقى واحد من ايه ما لا نهايه؟ يبقى حد يقول لي يقعد معانا؟ الصفر ولا الواحد؟ لما يكون عندك انتجريشن هو صفر هيروح يبقى يقعد مين؟ يبقى تطلع الاجابه ايه؟ انتجريشن واحد اي باور نيجاتيف اس تي دي تي. حد يقول لي انتجريشن بكام لكام؟ من ايه ما لا نهايه؟ بس انا لو حسبت الانتجريشن هيطلع ايه؟ هيطلع اي باور نيجاتيف اس تي اوفر نيجاتيف اس الليمتس من تي ايكوال اي لحد تي ايكوال مان هي مثلا. يبقى اليونت ستيب ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان هي قبل ما تبقى واحد كانت في حته متاكله. الحته دي في اي فتره؟ من صفر لايه؟ يبقى انا عايز احسب ما بعد ايه؟ يبقى ايه الفرق ما بين اليونت ستيب والواحد؟ ايه الفرق ما بين اليونت ستيب والواحد؟ صفر. ها؟ الواحد بيبدا من ايه؟ صفر. من الصفر. اليونت ستيب الواحد بيبدا من ايه؟ من الشفت. وصلت؟ فبالتالي لو حسبت الحسبه دي تطلع ايه؟ هتطلع في الاخر 1 اوفر اس اي باور نيجاتيف اي اس. فالناس بتوع الرياضه حفظوها بقى، قال لك لو عندك يونت ستيب هنعتبر الاجابات كام؟ ايه ترانسفورم الواحد؟ واليونت ستيب كانوا جايبين ايه؟ اكسبوننشال. يبقى لو عندك يونت ستيب تاخد الاجابات تحولهم على سبيل المثال. على سبيل المثال لو قلت لسيادتك انا عندي 7 يو تي ماينس 8 عايز احوله عايز اعمل له بس ترانسفورم على طول اوتوماتيك اعمل ايه؟ اخبي ايه؟ ايه ترانسفورم السبعه؟ 7 على اس. طيب حد يقول لي ده بيتكلم من ايه؟ هتبقى اي باور نيجاتيف 8 اس بس. يبقى انت من اللحظه دي تشوف المساله تكمل لو بس على طول. تمام شباب؟ يبقى سياده اليونت ستيب بنعمل فيها ايه؟ بنخبيها وناخد الاجابه نعمله ايه؟ فنعمل له ترانسفور. طب واليونت ستيب تترجم ايه؟ اكسبوننشال. صعب دي؟ طيب الفورمولا الصعبه اصعب ما في الموضوع. لو انا عندي فانكشن هتتضرب في اليونت ستيب ايه اللي يحصل؟ لو عندك فانكشن بتتضرب في اليونت ستيب اللي بيحصل ان الفانكشن بيتاكل منها حته
حد يقول ايه الكلام ده اسمع ايه اليونت ستيب فيها ايه فيها صفر واحد في حته بصفر وفي حته كبيره بواحد لما تضربها في الفانكشن ايه اللي يحصل في حته من الفانكشن هتتاكل وبقيه الفانكشن كله هيتضرب في واحد يعني كده ما عملتش حاجه يبقى سيبك كده خدت الفانكشن كلها ولا خدت جزء منها جزء منها طب لو انا عايز اعدي الفانكشن كلها لو سيبك عايز تعدي الفانكشن كلها هتضطر تمسك الفانكشن تعملها نفس الشيء يبقى سيادتك عشان الفانكشن بتاعتك كلها كامله لازم يكون فيها نفس ايه شيفت ليه لان سيادتك لو اليونت ستيب بدا من ايه ورحت رسمت الفانكشن بالشكل ده ايه اللي يحصل الحته دي هتتقطع والحته دي بس اللي تعدي طب ايه رايك لو مسكت الفانكشن كلها وشفتها فالفانكشن كلها تعدي يبقى سيادتك ليه بنعمل شيفت في الفانكشن عشان اليونت ستيب الوحشه بتعمل ايه هتاكل حته من الفانكشن طب انا عايز الفانكشن كلها تعدي يبقى اعمل شيفت في الفانكشن يبقى الشيفت ماشي مع ايه مع اليونت ستيب وصلت ناس معايا القصه الصفر بتاعها بتعمل ازاي ببساطه شديده بنشطب دي ونشطب ده بنشطب الشيفتات يعني تعرف ترى المساله من غير الشيفتات اف اوف تي ايه ترانسفورم اف اوف تي تبقى اف اوف اس طب اليونت ستيب والشيفت ده ترجمته ايه ترجمته A power negative A's بس تاخد مثال ادي على فكره دي الحاجات اللي ظهرت عندكم في الورق بتاعكم بتاع السبت هي دي هي دي القصه على سبيل المثال مثلا تي سكوير تي سكوير يو تي ماينس 2 عايز اعمل لابلاس ترانسفورم تي سكوير يو تي ماينس 2 حد يقول على بعض ده اعمل ايه؟ احول التربيع لو انا عملت لابلاس ترانسفورم على الوضع ده التي سكوير مش هتوصل كامل يبقى سيادتك لازم تعمل ايه؟ اظبط دي على الشيفت اعمل ايه اول خطوه؟ امسك تي سكوير على جنب واكتبها تي ماينس 2 بلس 2 الكل ايه؟ سكوير حد يقول عملت ايه؟ طرحت 2 وزودت 2 حد يقول اشمعنى؟ عشان خليها نفس الشيفت طيب اعتبر ده ايه؟ واعتبر ده بي تعرف تفك البراكت؟ هتطلع تي ماينس 2 سكوير بلس الاول في الثاني في 2 يبقى 4 في تي ناقص 2 زائد الثاني سكوير 4 لو سيادتك عندك وقت فك ده واحسبها هتطلع تي سكوير رايح هنا فك ده وفك ده وفك ده واجمعهم هتلاقي تي سكوير حد يقول لي ما تي سكوير تكفي ايه؟ تكفي الهلومه دي كلها لو رجعت للمساله يبقى اضرب كده ايه؟ يلا شباب اقدر اكتب ايه؟ تي ماينس 2 سكوير بلس 4 تي ماينس 2 بلس 4 كلهم مضروبين في ايه؟ يو تي ماينس 2 بلا استثناء ده الشيفت دي اليو فيها شيفت وده نفس الشيفت وده نفس الشيفت يبقى انت نجحت ايه؟ نجحت ان انا خليت المسافه كلها بنفس ايه؟ تحس العين بتعمل لو بص ترانسفورم لليونت ستيب لما تتاكد ان الفانكشن جنبها نفس ايه؟ الشيفت. حد يقول لي بعد ما خدتها كلها نفس الشيفت يبقى الاجابه ايه؟ يبقى حد يقول لي لو بص بايه؟ من غير الشيفت، بص كده انا ريحت عليه، من غير الشيفت اسمها ايه؟ تي سكوير. تي سكوير، حد يعرف يعمل ترانسفورم تي سكوير؟ 2 فاكتوريال على اس 2 يبقى اقول 2 فاكتوريال على اس 2 زائد 4 حد يقول لي من غير الشيفت من غير الأربعة إيه ترانسفورم التي؟ واحد على إس سكوير زائد إيه ترانسفورم الأربعة؟ أربعة على إس حد يقول لي نجحت في إيه؟ نجحت إن أنا جبت لابلاس ترانسفورم من غير إيه؟ من غير الشيفتات حد يقول لي الشيفتات مع اليونت ستيب ترجمتها إيه؟ إيه باور نيجاتيف 2 إس بس وصلت؟ يبقى أي يونت ستيب في الدنيا بنعمل فيها إيه؟ أول خطوة على فكرة بحب أسمي دي وأنا بشرح للطلبة الملكة، دي الملكة بتاعت المسألة. الملكة دي لازم تخدم عليها إيه بقى أول خدمة تخدمها لها؟ أتأكد إن جنبها نفس الشيء. تاني خطوة انزل زي ما كنت أخبيها وأبدأ أعمل ترانسفورم. تالت خطوة أحط الإكسبلينيشن. صعب؟ طيب المسألة اللي أنت بقى إيه؟ لو شيل دماغي بيها اللي الناس كانت بتشرحها لي. هشام انزل. هشام أنت طويل أوي. يا دي الفنيه رايحه
ايه فكرتي؟ ايه فكرتي؟ لما يكون عندك هنا نويز وعندك هنا سيجن وعندك هنا نويز السيجن موجوده بس من ال بي عايز اخد السيجن بس I want to select from the function. ايه الحاجه اللي تخليك تختار من الفانكشن من غير ما تغير في قيمه الفانكشن؟ اضربها في واحد بس انا عايز اضرب ايه؟ اضرب الحته دي في واحد والفاليو دي في ايه؟ فهمت الفكره؟ فاعمل ايه؟ عشان اعمل الحركه دي اروح اضرب ده في ايه؟ خد بالك دي الفانكشن. اضربها في ايه بقى؟ اروح اضربها في حاجه قصاد الـ A والـ B قيمتها واحد. ايه؟ الناس معايا؟ صفر فالنويز هتبقى بصفر. بعد البي بصفر فالنويز هتبقى بصفر. في النص هتبقى بواحد، لما اضرب ده في واحد يديك السجن. يبقى حد يقول لي لما اضرب ده في ده يديني ايه؟ طب الاول ده مين؟ تعرف تختاره؟ ده لو عايز تختاره هيبقى عباره عن يو تي ماينس ايه؟ ماينس ماينس يو تي ماينس بي. بتروح تجيب يونت ستيب عند بدايه الانترفال ناقص يونت ستيب عند بدايه الانترفال اللي مش واخد باله ايه؟ يلا شباب كده اطرحوا مع بعض اطرح نفس ده يلا اطرح نفس ده ايه ناقص؟ صفر ناقص صفر اديك صفر لحد مين؟ لحد مين؟ طيب ما بين الـ A والـ B هتبقى واحد ناقص صفر هتديك واحد بعد الـ B هيبقى واحد ناقص واحد هتديك صفر ده بنسميها بلس يبقى ازاي بنخترع البلس؟ ازاي بنخترع البلس؟ نجيب شفتين ازاي بنخترع البلس؟ بجيب يونت ستيب عند البدايه ناقص يونت ستيب عند النهايه واطرحهم من بعض وصلت؟ اسال سؤال لو ضربت ده في ده هتديك ايه؟ هتديك السجن يبقى اقول اف اوف تي ايكوال وات ايفر اي سمولر ذان تي سمولر ذان بي تكفي ايه؟ هي هي اكنك قلت اف اوف تي ايكوال الوات ايفر ده اللي هي السيجنال مش السيجنال بتاعتك كانت بين اي وبي؟ لو بدل ما تكتب السطر ده بدل ما اكتبه اكتبه بطريقه ثانيه اف اوف تي ايكوال السيجنال مضروب في ايه؟ مضروبه في يو تي ماينس اي ناقص يو تي ماينس بي. يبقى السيجنال لو مسكت ده ضربته في ده، ايه اللي هيحصل؟ كله هيستخبى ما عدا مين؟ ما عدا السيجنال. يبقى السيجنال لو عندك فانكشن عايز تختار منها حته تعمل ايه؟ امسك شوف كل حته على انهي فتره واضربها في نفس ستيب على قد الفتره، وصلت؟ على سبيل المثال لو قلت للسيجنال F of T equal 3, 4, 5 وهنا بس قلت لك ايه؟ 0 smaller than T smaller than 1 1 smaller than T smaller than 3 T more than or equal 3 حد يعمل ايه؟ عايز اعمل انا بس اصفر نعمل ايه؟ هي الفانكشن كل مره بيكون صف مختلف فسيادتك بدل طبعا ده اللي بيحاول يحوله لك السيركت سيادتك بدل ما كل شويه تقعد تعمل ترانسفورم كل واحده لوحدها اخترع قانون عام للكونسبت على فتره يعني اقول له ايه؟ اقول له سيبك من المثال ده اقول له ايه؟ اف اوف تي ايكوال كي قول كده ايه؟ كونستنت such that ان اي سمولر ذان تي سمولر ذان بي فبالتالي اف اوف تي هتبقى ايه؟ كي تروح ايه؟ يو تي ماينس اي ماينس يو تي ماينس بي خلاص كده يا شباب؟ ركزوا معايا يبقى بالتالي اف اوف تي ايكوال الكلام ده يبقى اف اوف تي ايكوال كي يو
minus a minus a u t minus b. حد يقرا الرسم الصغير كده كم؟ يبقى اف في اس ايكوال اي كي على اس. طبعا هنا في كي وهنا في كي، خد الكي على المشترك. تي ضربهم في اخر في اي باور نيجاتيف اف اس ناقص ترانسفورم ده واحد على واحد على اس في ايه؟ في الاكسبريشن. واحد على اس في الاكسبريشن، خد الواحد على اس على المشترك. يبقى ايه؟ يبقى اي باور نيجاتيف اي اس ماينس اي باور نيجاتيف ماينس اي باور نيجاتيف اس. بس ما ده التفصيل اللي عايز تحفظه. تعالى بقى انا عايز اجيب الاف في تي بتاعت الثلاثه مره، الاربعه مره، الخمسه مره. يبقى اقول له اف اس ايكوال ايه؟ بتاعت المسألة بقى. هاجي اقول له اف اس ايكوال ايه؟ أول خطوة بثلاثة، مش ده اللي هي قيمة الكي؟ في الفترة من كام لكام؟ عوض في القانون. يبقى تشيل كي وتحط ايه؟ ثلاثة. يبقى تيجي تقول له ثلاثة على اس وافتح براند. الاي بكام؟ والبي بكام؟ يبقى تحط هنا الاي صفر والبي بواحد، تطلع واحد ناقص اي باور نيجاتيف اس. بس هو كتبها على طول كده. لان هو في الاصل عمل ايه سيادتك؟ راح شاف الفانكشنز المهمه عندك في السيركتس وبدا يجيب لها رول. بدا هو يسمع الرول ده. ومن الشغل يخليك تحفظها. تمام؟ نكمل. زائد الفانكشن التاني اسمها ايه؟ أربعة. موجودة في الفترة دي. يبقى الأربعة هي الـK والفترة A وB 1 3. يبقى الإجابة تطلع ايه؟ 4 اوفر اس. ها احط ايه كام؟ 1 يبقى اي باور نيجاتيف اس ناقص اي باور نيجاتيف 3 اس. فهمتوا؟ اللي بعده زائد التي الاخيره بكام؟ 5 على 5. الفتره دي معناها ايه؟ تي مور زاد 3 اكوال 3 دي معناها 3 اصغر من او يساوي تي اصغر من او يساوي مال ايه؟ ايه ايه؟ يبقى ليه بكام؟ ليه ب 3؟ والبي؟ انفينيتي. يلا عوض هنا ليه ب 3؟ عوض هنا من انفينيتي صفر يبقى ليها تروح. فهيبقى لك ده مضروب في مين؟ تي على اس. الكيب كام؟ 5. يبقى زائد 5 على اس اي باور نيجاتيف 3 اس. بس هو ده اللي عايزك تعمله. زي ما اخترعت رول الكونستانت اخترع رول الايه؟ الرم الليم التي. تعرف تخترع قانون التي؟ تعالى نشوف اهو U T minus A minus U T minus B. تعرف تحط البراكت؟ هيطلع لك A T في U T minus A ناقص K T U T minus B. حد يقول لي المسألة دي عارف أعملها بس ترانسفورم؟ ليه؟ عشان في شيفت. هنا في شيفت هنا مفيش. يبقى إيه؟ يبقى أقول له A وأفتح البراكت. هتبقى T minus A plus A. يو تي ماينس اي. على فكره احنا بس هنتعب شويه في الاثبات عشان نعرف جت منين، وبعد كده نحفظ الرول. تيجي انت بقى في السيركت تقول لك جرام فانكشن، ادي الرول. وصلت؟ اللي بعده ناقص كي التي هتبقى تي ماينس بي زائد بي في يو تي ماينس بي. فوق البراكت هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اربع مسائل. اول مساله مين يقول ايه؟ في ايه؟ هتبقى كي. كلهم طبعا فيهم كي، طبعا تمام. كلهم فيهم كي، كي بقى؟ تي ماينس اي يو تي ماينس اي زائد اي في يو تي ماينس اي زائد زائد ايه؟ تي ماينس اي في يو تي ماينس اي زائد بي في يو تي ماينس اي. تعال بقى نشوف خطة الأبلاش بتعمل ازاي؟ يلا يا شباب، حد يقول لي اف اوف اس ايكوال ايه؟ كي وافتح براكت. ده شيفت وده الشيفت اللي تبعه. هتحول مين؟ تي تطلع بكام؟ واحد على اس سكوير. لما تطلع واحد على اس سكوير مضروب في ايه؟ اهي في اي باور نيجاتيف اي اس. طيب دي لما هتحولها مش هتديك كي على اس؟ مش ده هتديك كي على اس؟ مضروب في اي برضه؟ فانا خدت دي عامل مشترك. يبقى لما يكون عندك رانك فانكشن بتطلع ايه؟ ايوه هتيجي المعلومه ايه؟ نحفظها ازاي؟ الرانك فانكشن مش تي يبقى الترانسفورم بتاعها 1 على اس سكوير.
الشيفت بكام؟ ب. هتقول له زي ب على اس. تمام كده؟ على طول اوتوماتيك. بعد كده بلس اللي بعده تي ماينس بي. نفس القصه بتاعت صح؟ يبقى انا اقول له ايه؟ 1 على اس سكوير زائد ب على اس في مين؟ في اي باور نيجاتيف اس. بس ديرو. سيبك بدل ما تقعد تحفظها ممكن تحط لك الشيفت في دماغك، ايه اللي بيحصل في التي؟ 1 اوفر اس سكوير زائد الشيفت على اس. هو ده اللي عايزك تعمله في السيت على طول. جيب لي عد الاثبات بتاعه لمين؟ طب لو مديني مثلا الجراف وعايز اجيب منه الاف اوف تي. الجراف تجيب الفانكشن. ايوه ازاي بقى بتاع الرام فانكشن لما بيعمل عليها شيفت كده. ارجع لحط السؤال اللي هو عندي نقطتين وصل لهم خط مستقيم. ازاي اجيب معاك خط مستقيم؟ ازاي خط مستقيم؟ ازاي خط مستقيم؟ مش عارف ازاي معاك خط مستقيم؟ هو ده اصلا اخواتي. انا مش هقعد اجيبها بقى في الامتحان لان الوقت هيخلص. فانا عايز على طول كده مجرد ان هو بيبقى مديني قيم مستحيل اكيد ده قانون معمول فيه لو بدا من 0 0 اس على 1 طب مثلا لو من بدا مثلا من الواحد وطلع كده لو بدا من الواحد وطلع كده هو بقول لك انا ما لقيتش اي لا اصل في رسومات بتبقى طالعه كده وفجاه يقعد يرسم دياجونال ويرسم حاجات غريبه كده يرسم متوازي مسطرات ويرسم مربعات بيعملوا حاجات غريبه وهم بيحلوا في السكه ايوه اي هم بيمدوها لورا بمثلثات هم بيطلعوها لورا بمثلثات وبيعملوا حاجات غريبه هي عموما حاجه رياضيه ازاي بقى ايوه ممكن حضرتك تحلها بطريقه احسن من اللي هم بيحلوا مش ازاي بقى احنا عايزين بقى نتعلمها لان احنا ما نعرفش نجيبها اصل هما بيجيبوها بطريقه غريبه يا دكتور هما بيجيبوها بطريقه غريبه في السكه في السكه شيء ده بقى جبت الفوف تي بدلالة التي على طول. طب ماشي هجيبها ازاي؟ ما هو دي كام؟ 1 و 0 هو دي كام؟ 1 و 0 يعني نحط اكس ب 1 يبقى تطلع 0 النقطة دي لازم تكون شوية يعني ممكن احلها رياضيا عادي بس هما بيحلوها بطريقة ثانية يا جدعان الصوت ده مش مهم انا سيبك دي طب دوس دي عارف مين البيز هتبقى واحد واثنين النقطه دي هتبقى مسدس بس مسدس او بلوك واحد واحد بس انت رسم ازاي؟ انا بتكلم على النص ده عند مين؟ ده في النص هتلاقي مسدس عند مين تحت هنا؟ في النص عند الواحد بقى عند الواحد عبد الواحد النوركي لا بتاعت الشكل كله بقى اف و تي بتساوي تي انزل يا ابني كله ازاي اهو انا
انت بتصور هتجيب لي خط مستقيم بدري جبت رقم مستقيم سته ده على طول يبقى دي هتقدر اقول ايه اف او تي ده بقى يتم ازاي النقطه دي كام وكام 1 0 النقطه دي 1 2 1 تمام كده يبقى سيادتك هتطلع هتفضل بعد كمين عندي عندك بعض خط مستقيم تعرف تجيبها بكمين هتبقى واي ناقص صفر على اكس ناقص واحد يساوي ده ناقص ده واحد على ده ناقص ده واحد يبقى الواي بتساوي اكس ناقص واحد يبقى اف اوف تي ايكوال تي ناقص واحد ممكن اجيبها بطريقه ثانيه شايف ده تمشي بيه بقى اما هتقول لك انا هقول هما بيعملوا كده تمشي بيه ايه؟ فبدل من ايه؟ ما بتمشي بيه بقى ده هنا كانت النقطه دي واحد واحد فده معادله واي ايكوال تي لما تتحرك بيه مين نرجع لعمليه الترم الاولاني يبقى في شيفت حصل شيفت على اكس يمين ولا شمال؟ يبقى واي بتساوي اكس ماينس 1 تمام؟ الحاجه الثانيه ده ممكن ابدا بيه من هنا ده يبقى ايه المسافه دي ثلاث خطوات المسافه دي هتبقى ناقص واحد ناقص واحد واحد يبقى الخط ده معادلته ايه واي بتساوي ناقص تي بس هو كان هنا اتحرك هنا مين كم خطوه ثلاثه يبقى حصل له ايه شيفت يبقى ناقص ثلاثه صح يبقى ناقص تي ناقص ثلاثه يبقى تطلع ثلاثه ناقص تي اهي التصوير بقى مش هو واي بتساوي سالب تي يبقى واي بتساوي سالب بالتالي حصل لها شيفت شيفت يمين يبقى تي ناقص 3 دي القصه اللي بتحصل ده ليه بيقول يعني ده زي ما عرفت خط مستقيم لو هو دي القصه اللي بيعملها برضه ممكن تجيبها عن طريق نقطتين النقطه دي 3 و 0 والنقطه دي 2 و 1 يبقى اقول له ايه؟ واي ناقص 0 على تي ناقص 3 بيساوي 1 ناقص 0 على 2 ناقص 3 فلما تحسب كده تبقى واي على تي ناقص 3 ودي هتبقى ناقص 1 اضرب ده بده يبقى واي بتساوي 3 ناقص 2 نقطتين ازاي يجيب خط مستقيم بين نقطتين؟ معادلة خط مستقيم بين نقطتين صعبة دي؟ هنا بقى الفترة بتكمل تاني الفترة الأولانية من واحد من واحد لاثنين يبقى جمهور واحد أصغر من تي أصغر من اتنين، الخط التاني اتنين أصغر من تي أصغر من تلاتة. كده أنت معاك معادلتين في كل فترة. محتاج تعمل إيه بقى؟ الرول. خد بالك أنت عندك حتة إيه؟ حتة لينيار وحتة خالص يبقى حد يعرف يكتب الرول على طول؟ يبقى إف أوف إس إيكوال إيه؟ يلا. حد يعرف يكتب الرول على طول؟ سيبك من ماينس 1 خليها تي بس حد عارف يكتب الرول بتاعت التي واحد على اس سكوير ايوه هتبقى واحد على اس سكوير زائد الشيفت بكام؟ واحد انا عندي اول نقطه الشيفت بكام؟ واحد يبقى اي باور يبقى واحد على اس كل ده مضروب في اي باور نيجاتيف اس خد بالك كان في ناقص واحد الناقص واحد هيعمل ايه؟ هيديك ناقص واحد على اس امسح دي بقى وحش حد يقول لي ناقص واحد هيديك ايه؟ هيديك ناقص واحد على اس في شيفت يبقى دي هيضاف عليها ايه؟ ناقص واحد على اس ونفس الشيفت هتوحشنا اللي بعده نفس المساله بس عايز احلها مع الاثنين هتعمل ايه؟ هتطلع الاجابه واحد على اس سكوير من غير الشيفت واحد على اس سكوير صح؟ زائد الشيفت بكام؟ يبقى زائد 2 على اس مضروب في ايه؟ اي باور ناقص 2 اس تعالى بقى نمسح كل نحط ناقص واحد الناقص واحد مع اللي بتسيبها دي ايه؟ ناقص واحد على اس ده يبقى ده هتدفع عليه ايه بس؟ ناقص واحد على اس يبقى دي تبقى ايه؟ زائد واحد على اس بس ده لو عايز تجيبها على طول زائد
زائد اللي ما فهمش ركز في التانية. لو مسحت ده ناقص تي نطلع عليها ايه؟ ناقص ايه؟ واحد على اس سكوير زائد الشفت بكام تمام واحدة؟ يبقى 2 على اس مضروب في مين؟ اي باور نيجاتيف 2 اس. طيب لو حطيت هنا 3 هتضيف على المقدار ده ايه؟ 3 على اس، ضيف على المقدار ده 3 على اس. خد بالك الاثنين على اس وصلها ثاني. يبقى لما تضيف عليه 3 على اس 1 على اس. عشان تطلع بالنور. وصلت؟ طيب اللي بعدها عند الشيفت عند ده عند الثلاثة هتبقى زائد زائد ايه يا شباب؟ هتبقى واحد على اس سكوير او ناقص واحد على اس سكوير زائد الشيفت كام؟ 3 على اس في اي باور نيجاتيف 3 اس. طب لو ضفت 3 هتديك 3 على اس هتتشال مع ايه؟ يبقى ده هتتشال بس دي لو عايز اجيبها بس الاول اكون ايه؟ عملت انا في البيت مسكت الكونستنت لوحده وجبت له ايه؟ قدس وحفظت الرول ومسكت الرانك فانكشن جبت لها قدس وحفظت الرول. طب لو جم الاثنين جنب بعض احط الرول دي بلس الرول دي وصلت؟ فهمتوا؟ هنيجي بتاع على طول نضربها واحده ايه تاني؟ ايه الموضوع اللي عايزينها تاني غير ده؟ انجلش بتاع مين؟ اي حاجه؟ لا احنا دكتور احنا قلنا في المعادله دي عايزين بقى في احنا وصلنا المعادله دي عايزين نستخدم بقى المعادله دي عايزين نعمل ايوه عشان نطلع مش جيوت السيب الأولية نص الثانية؟
ناقص ده اولانيه ازاي التالت الناقص ناقص ايه بقى 2 1 على اس سكوير في 105 جنيه دي بالشفت بعد كده التلاته لو حطيت في التلاته على اس بس عشان في 2 بره يبقى تخش جوه 3 على 2 زائد 5 هتديك ايه 13 على 2 كل ده مضروب في ايه بقى ناقص 5 اس بس ده ناقص كده وصلت الانفرس بقى الانفرس سيادة طبعا بتشوف القصة بالعكس بس سيادة خد بالك الانفرس للراسل سكور سيادة الراسل لو جيت قلت لك 1 اوفر اس باور 8 اللابلاس بتاعها ايه؟ اللابلاس انفرس واحد على فاكتوريال في اس دي عشان عندها لابلاس انفرس بعمل ايه؟ اشوف الباور بتاع الاس كام تحت؟ 8 بحط في دماغي 7 فاكتوريال كلام بدل يعني خلاص انتوا مش عايزين حاجه تانيه يا اما تجيب جزء انتوا عايزينه وخلاص وامشي ايه هو الابلكيشن؟ ايه الابلكيشن؟ ما هو مش هينفع حد غير مش هتكون لابلاس انفرس ازاي؟ لابلاس انفرس حد كامل لابلاس انفرس؟ حد عنده شغل؟ طب يعني كمل ولا تحط كمل يا انا فعلا تعبان انا مش شغال الساعه 8 ونص الصبح 8 ونص رايح عليك بس يا ابني عايز تكمل ولا خلاص مش بس انا تعبان عندي لسه عندي مشوار تاني لو عملت خلاص امبس محتاج هنا 7 فاكتوريال ودي ايه باور 8 خد بالك 7 فاكتوريال دي حاطها من دماغك تيجي في العنصر تحط واحد على 7 فاكتوريال طبعا الكود الشكل ده بيفكرك بايه؟ تي باور 7 بتطلع على جنب تي باور 7 لو عايز تفهم امسك تي باور 7 وعملها ترانسفورم هتبقى 7 فاكتوريال على اس باور 8 تضربها على 7 فاكتوريال هتديك الاجابه دي يبقى سيادتك اول حاجه نتعلمها لما يكون عندي 1 اوفر اس باور 8 بعمل ايه؟ يعني لو خدت فين؟ لو انا عندي 1 اوفر اس باور 10 بعمل ايه؟ هتبقى تي باور 9 اوفر 9 فاكتوريال دي بدايه الكلام صعب دي؟ طيب القصه الثانيه القصة الثانية لو انا عندي 1 او اس ماينس 3 باور 11 وعايز اختار بلس انفرس اعمل ايه؟ اول خطوة لو لقيت الاس ده شيفت سيادتك تخش في الشيفت وتركز مع المسائل من غير الشيفت رجعت للمسائل اللي فاتت شباب لو الاس فيها شيفت بعمل ايه؟ سيبك من الشيفت. طب بس لو سيادتك عايز تسيبك من الشيفت اهو بالمره مش انت شطبت الشيفت؟ اكتبه بره اي باور 3 تي. يبقى انا شطبت الشيفت وكتبت في الاجابه ايه؟ طيب حد يعرف يقرا المساله من غير الشيفت؟ واحد على اس باور 11 نفس الفكره اللي فاتت لما تطلع الاجابه ايه؟ تي باور 10 على 10 في الكل. الناس كانت فاهمك؟ يبقى في الشيفت بنعمل ايه؟ بشطبه وبكتبه بره ايه؟ اكسبوننشال وبعد كده اشوف المساله من غير الشيفت طب الفهم مين يقول لي 1 او اس بلس 4 كل سكوير بلس 76 حد ناقص حاجه في المساله دي؟ فيها شيفتين ان فيها شيفت الشيفت مين؟ بلس 4 تعرف تخلص منه؟ يبقى احط بره ايه؟ اي باور نيجاتيف 14 خد بالك احنا بناخد الشيفت نفسه بناخده بعكس الاشاره طيب حد يقول لي البلد من غير الشيفت؟ البلد اس سكوير زائد 36 المفروض الشكل ده شكل ايه؟ شكل الساين بس المفروض فوق حد ايه؟ 6 يبقى 6 دي بتطلع من دماغي اجي في الانسر شيت احط واحد على 6 ساين 36 كده الشكل يمثل ايه؟ ساين يبقى الاجابه ساين 36 فهمت؟ طيب لو جيت قلت لسيادتك one over s cube e power negative 2 s أول خطوة بعمل إيه؟ أول خطوة بعملها لو سيادتك عايز تعملها والله سيادتك أول خطوة بعملها أشرط ده
يونت ستيب. واكتبوا الناحية الثانية يونت ستيب. يونت تي ماينس. اكتبوا الناحية الثانية ايه؟ واحد يقول لي كتبته ازاي ليه الشكل ده؟ عشان الشفت هنا بلس اتنين. هنا بقى في الحالة دي بتكتب يونت ستيب بتاخد الشفت بنفس الإشارة. عشان بقى يبقى ده يكتب يونت تي ماينس 2. حد يقول لي من غير الاكسبلينشن المسألة ايه؟ وان اوفر اس 3 تكتب ايه بقى؟ دي سوير على 2 فاكتوري. طب ادي 2 فاكتوري فاضلك ايه؟ هتيجي عند دي سوير هتعمل براكت سوير وبدل ما تكتب تي تكتب ايه؟ تي ناقص 2. فهمتوا؟ يبقى لما يكون عندك اكسبلينشن وعايز تنجحها اصلا بتعمل ايه؟ بشرح الاكسبلينشن واكتبها الناحيه الثانيه ايه؟ يونت ستيب. على فكره مش كل الاكسبلينشن بتكتب يونت ستيب. انتوا بتاخدوا في السيركس برضه امبلس دراب دلتا بالمره. لو كان عندك 3 اي باور نيجاتيف 3 اس لو في كونستنت ساعتها كنت بتشطب دي بقى ما تتكتبش يونت ستيب بتتكتب دلتا. دي اسمها امبلس. دي اسمها ايه؟ امبلس. يبقى سيادة الاكسبوننشال لو كان بي فانكشن اصله يونت ستيب. لو الاكسبوننشال كان بيها فانكشن اصلها ايه؟ حد يقول لي دلتا ايه؟ نفس الشيفت تي ناقص 3. طيب حد يقول لي من غير الشيفت بقى خد بالك ايه؟ ليه زي ما هو 3 ملوش بس انفرس. يبقى ايه الحاجه الوحيده اللي ما تعملهاش بس انفرس؟ لما يكون عندك اكسبلينشن جايب لكم الاكسبلينشن ترجمتها دلتا والثلاثه تنزل زي ما هي. طب اقللك شويه كده لو قلت لك 7 اي باور نيجاتيف 2 اس زائد 1 على اس سكوير زائد 49 اي باور نيجاتيف 3 اس. يلا شباب 7 دلتا تي ناقص 2 اعتقد ان بتظهر معاكم في السيركس كتير. ايوه اللي بلس ايه؟ صح؟ حد يقول لي الاكسبلينشن الاولانيه جابها ايه؟ 7 دلتا 7 يبقى اشربها واكتب هنا دلتا. دلتا ايه؟ تي ماينس 2 تي ماينس 2 جابها ايه؟ 7 بس. وبعد كده بلس. اشمعنى بلس؟ عشان ده بلس ده اكسبلينشن اشطبه جنبيه ايه؟ فانكشن. فانكشن يبقى اصل يونت ستيب يو تي ماينس 3 من غير الاكسبلينشن 1 على اس سكوير زائد 49 يبقى في ايه؟ 1 على 7 ساين 7 وباخد ده 7 يبقى احط الاجابه 1 على 7 انا حطيت 7 من هنا يبقى احط الاجابه 1 على 7 حد يقول الشكل يبقى في ايه؟ ساين 7 تي اجي ادي اقول له ساين وادي 7 واجي عند تي وافتح براكت وبدل ما اكتب كده في ايه؟ تي ناقص 3 ده اللي انتوا عايزينه؟ يعني لو جنبها كونستنت فيكتور يبقى لو جنبها كونستنت يبقى دلتا لو جنبها فانكشن يبقى يونت ستيب. طب اليونت ستيب اصلا اللي هي الفانكشن بتاعتها كانت واحد لو بعد ما حولتها لل ضربت في واحد دلتا الفانكشن الفانكشن دي لو عاوز اعمل لها الانفرس خلاص انا بصيت الفانكشن اليونت دي كانت بتبقى واحده دلتا ترندر على كده اليونت ستيب واحد ضربت الفانكشن يمين خلف كام واحد؟ يمكن انا كنت خلاص اليونت ستيب فانكشن بقى معاك الفانكشن عم تضرب بس بقى ليه لف بقى ترجع ليه تعالى بقى لما ترجع بقى بس اليونت ستيب فانكشن اليونت ستيب عليك انت يعني اسمع شكلك ده ايه بس ده ايه بس ايه بس 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 الفانكشن مين؟
واحد على السي اس اي بس نمبر واحد كذا ضبط معنا حدا مش متهم جبنا شوية مية زود واسود ده بس معيش طيب ايه رايكم انا بتاكل بعد ما شطبت الاسيميليشن بقيت في المسألة اسمها ايه؟ شبه اللي انا هشرحه قبل كده واحدة على اس كيو يبقى الاجابة ايه؟ تي سكوير على تو فاكتور يا شباب هتبقى تي سكوير على تو فاكتور ال تو فاكتور تي سكوير بقى بنعمل فيها ايه؟ انشفيتها بس نعمل شفيتها وصلت؟ طيب انت بقى لو مين؟ لو قلت لك 1 over s power 1 over s power 8 e power negative 10s يلا بينا هنشرب الاكسبلينشن هتبقى ناحية تانية يو تي ماينس 10 طب ليه ما كتبتهاش دي؟ أنا ما كتبتش عشان دي مش جنبها خالص سيبك من دي بقى واحدة على s power 8 مسألة جديدة واحدة على s power 8 كان فاضل لها 7 فاكتوريال انا عم تاجي تصوير بطين يبقى اللي جابت تطلع ايه t power 7 over 7 فاكتوري وفضل من ايه t power 7 بس عامل لها شيء بصت حد اسم الشاب عايزين ايه تاني في الانترس تبقى صعب من مون عايزين برشا فاكشن لا 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 مفيش معنى عارفين مفيش عندك أقدر أعمل فاكتوريزيشن لو خدت اس هيبقى لك ايه؟ اس سكوير ماينس 3 اس بلس 2 لو عملت كمان مرة فاكتوريزيشن هتبقى اس اس ماينس 2 في اس ماينس 1 كده الدنومينيتور كان بيفاكتورايز الايه؟ البرودكت بتوين 3 براكتس يبقى سيادتك ممكن الشكل ده تكتبه بشكل جديد يبقى الشكل ده أقدر أجيبه ايه؟ أقدر أجيب اس لوحدها حسك عين تجزمهم لما يكونوا مضروبين في بعض يبقى انت عندك الاسم مضروب ايه؟ واس ماينس 1 في الحاله دي تقدر تكتب الاسم لوحدها واس ماينس 2 لوحدها واس ماينس 1 لوحدها كل ده مضروب في ايه؟ ايه باور نيجاتيف فور اس الناس معايا؟ طيب حد يقول لي اللي فوق ايه؟ ايه بي سي عايزين نجيب الايه والبي سي حد فاهم كنا بنعمل ايه؟ احنا بنحلها بالسيركل بضرب الاس ايه؟ بضرب الاس بنحلها بالسيركل يعني بنحلها بطريقه كده ما ماشي هي بضرب الاس وعاتبه فوق وبسوي ايوه ايوه ما لنا قلت دي مش نزلت يا حبيبي شباب الاخر اللي بيحصل دي طريقه اسرع في طريقه في طريقه انا عايز ارسم اللي هي البي سي بس طبعا مش هشرح كل المسائل الطريقه الجنرال بتشوف الايه اللي ناقصه تحت وتكمل فوق مش ده المقام الاصلي مش ده المقام الجديد الطريقه سهله جدا اللي ناقصه تحت ما تحرمش نفسك تكمله فوق الشكل الجديد والقديم ايه اللي ناقصه لسه ناقصين ولا لسه ناقصين كمله فوق يبقى ايه مضروبه اس ناقص 2 اس ناقص 1 زائد البي ناقص ايه تحت؟ اس ماينس 1 الناقصه تحت طبعا بتكرر بالشكل القديم
ده الشكل الجديد. قارن الجديد بالقديم، ناقص الكيف الجديد عشان يصير القديم. اس واس ناقص واحد اضربها فوق يبقى ايه؟ بي في اس واس ناقص واحد. حد يقول سي ناقص ايه تحت؟ اس واس ناقص اتنين. الكلام ده كيف ايه بقى؟ تعالوا واحد واحد ايه؟ بتخش الاكسبريشن ده معايا. سمعتوني كويس؟ البارشال فراكشن ملوش دعوه بالاكسبريشن، ليه دعوه بالايه؟ بالبرونوميال على البرونوميال، عشان كده تخلي ده على جنب. يبقى سيادة الكتاب ده بيساوي ايه؟ واحد. لو حطيت الاس بزيرو ايه اللي يحصل؟ اشمعنى الاس بزيرو؟ عشان ده كتير وده كتير. يطلع لك مين؟ لو حطيت الاس بزيرو يطلع لك نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 تطلع 2 ايه؟ لو حطيت هنا مفيش يبقى واحد، يبقى الايه بتساوي نص. يبقى ارجع هنا اشوف الايه واحط نص. حد يقول البي؟ احط الاس بكام عشان اجيب البي؟ طبعا لو حطيتها بصفر مش هتفرق، لو حطيتها بواحد مش هتفرق. يبقى احط الاس باتنين. لو حطيت الاس باتنين دي هتختلف ودي هتختلف. يبقى لك ايه؟ اثنين في اثنين ناقص واحد، اثنين في اثنين ناقص واحد هتبقى اثنين بي. بيساوي واحد، يبقى تطلع البي بتساوي نص، يبقى سيادتك البي بتساوي نص. السي احط الاس واحد. لو حطيت الاس واحد ده هتختلف وده هتختلف. هيبقى ايه؟ واحد في سالب واحد. هتطلع سالب سي بيساوي واحد. يبقى تطلع السي بتساوي سالب واحد. يبقى السي دي بتتشطب وتحط سالب واحد. تعالوا لي بقى. تعرف ترجحهم من اصلهم؟ ايوه. يلا مين يقول يا اسطى؟ كلهم مضمون في ايه؟ السيموليشن. يبقى اشرب ده كده ليه؟ يو تي ناقص 4 بفتح بلد. يلا بقى يا شباب سيبك من الاكسبريشن خلصنا منه. حد يقول لي هاف اس هاف اوفر اس عدل هاف كده انا مش خدت الهاف. يبقى لك ايه مكانه؟ تي سكوير على 2 سكوير 1 اوفر اس 1 اوفر اس بيتكتب زائد النص اهي. يبقى مكانه واحد واحد على اس ناقص 2. ركز في اللي انا بقوله. واحد على اس ناقص 2 اول خطوه ناقص 2 دي شيفت. يكتب ايه الشيفت؟ اي بار 2 تي 2 تي بس اجي عند التي واخدني مع الملكه اللي بره تي ماينس 2 زائد اللي بعده ناقص واحد ناقص واحد ده شيفت. حد يقول يعني ايه شيفت؟ تبقى اي باور تي بس اجي عند التي في ايه؟ تي ماينس 4. حد يقول من غير شيفت تبقى واحد على اس واحد على اس؟ ما يكتبش بس دي وصلت؟ شباب وصلت؟ ايه تاني عايز ايه؟ كده ايه تاني عايز ايه؟ تاني عايز بس؟ فاين ولا بس؟ بس انا الروت الروت مين؟ عايز يبقى الرسم يكون بالشكل ده. أول خطوة
اول خطوه لازم نتاكد ان الشكل ده ديفايند على السين اشمعنى عشان ما ينفعش لما اقول لك سايد دي على تي ايه مشكلته ان انا شغال في التايم دومين والتايم دومين بدايته من تي كام فساعتها الشكل ده كده واضح انه عند السين فيه مشكله بس لحسن حظك فوق في سايد تي عند الزيرو عند الزيرو زيرو فزيرو على زيرو ممكن تديني ايه؟ كميه محدده فانا اول خطوه اعمل ايه؟ اتاكد ان الفانكشن المحترمه دي عند الزيرو ها؟ ليها ليميت يبقى اول خطوه اعمل ايه؟ اجي اقول له سوليوشن اول خطوه بقول له ايه؟ ليميت تي اقترب من زيرو بص ساين 3 تي على تي على تي تطلع بايه؟ زيرو على زيرو تعرف تطبق المثال؟ لو طبقت المثال تطلع ايه يا شباب؟ هتبقى 3 كوزاين 3 تي على 1 احسب كام؟ كوزاين زيرو 1 في 3 على 1 تديك الاجابه 3 وبيطلع لك سيرتك ان الفانكشن عند الزيرو ليها قيمه محدده لما بيبقى ليميت ولا لا؟ يبقى بالتالي اعرف ان ده هيتقسم للصوره. طب لو قلت لها الليميت ده بانفينيتي او مش محدد خلاص يبقى ملهاش قسم للصوره. يبقى سيرتك الفانكشن دي ليها قسم للصوره ولا لا؟ الدكتور بيقول لك فاين ده قسم للصوره اللي تحت. سيرتك هتيجي تقول له اف اوف تي ايكوال ساين 3 تي على تي يبقى الاف اوف اس ايكوال ركزوا معايا اللي بيحصل اوفر تي دي بتشتغل نعتبرها اكسس مش موجود حد يقول لي ترانسفورم سايد 3 تي 3 ايوه 3 اس سكوير بلس 9 على اس سكوير زي ايه؟ 9 طب ادي زي 9 بدل اس سكوير اكتب اي اسم تاني اي اسم تاني عجبك اكس سكوير وده قلت اس سكوير يبقى تشتغل باس يبقى شباب معلش بس لما يكون عندك اوفر تي بتعمل ايه؟ بعمل ترانسفورم ساين 3 تي المفروض يطلع ايه؟ 3 على اس سكوير زائد 9 استاذنك استاذان بدل اس سكوير كده ايه؟ تمام تاني خطوه اوفر تي بتبقى انتجريشن انتجريشن على مين؟ على اكس جيت سبيب اكس انتجريشن على اكس حد يقول لي اكس بكام لكام؟ من اس لانفينيتي مش بنعمل لها اشتقاق سالب اشتقاق لا لو مضروبه في لا لو مضروبه يبقى لو الفانكشن مضروبه في تي بعمل لها سالب اشتقاق لو الفانكشن مقسوم على تي بنعمل لها انتجريشن والانتجريشن حدوده من كام لكام؟ من اس لانفينيتي معايا لحد هنا شباب؟ حد يعرف يعمل انتجريشن بالشكل اللي فوق؟ بلاش طلع الثلاثه اللي وش دي بره تان انفرس حد يقول لي 1 على اكس سكوير زائد 9 تان انفرس تبقى تان انفرس تان انفرس مين؟ اكس على 3 واسمع 3 بره فاكرين القصه دي؟ يبقى تطلع الاجابه ايه؟ تان انفرس اكس على 3 وفي توت وفي 3 يبقى تطلع الاجابه بلاش هلازم ايه هو؟ اهو تان انفرس اكس على 3 ايه الديفرنشيشن بتاعها؟ ايه الديفرنشيشن بتاعها؟ توت الديفرنشيشن التاني انفرس واحد على اكس على 3 كل سكوير زائد 1 اضرب ده جوه اضرب فوق في 3 وتحت في 3 هتبقى 3 على اضرب تحت في 3 يبقى دي 9 هتبقى اكس سكوير زائد 9 او بلاش عشان ما تتلخبطش بص يا شباب لما يكون عندك 1 اوفر اكس سكوير بلس اي سكوير على طول الانتجريشن بتاعها يديك ايه؟ تان انفرس تان انفرس تان انفرس ايه؟ اكس على ايه؟ واحد على ايه؟ بس على شرط يكون اللي فوق واحد حد يعمل ايه في المسألة دي؟ خرج الثلاثة بره حد يقول الشكل ده هو الشكل ده؟ يبقى الإجابة تطلع ايه؟ تان انفرس اسمع مجاز الرقم جوه وبره فاكرين القصة دي؟ بتطلع الإجابة تان انفرس اكس على كام؟ ثلاثة وبره في توت ومستنيك بره خالص كام؟ الثلاثة فوق مع التوت يبقى ايه؟ الباب تاني انفرس اكس على 3 حدود التكامل من اس الى لا نهائي يبقى اول مره اقول له ايه؟ اكس ايكوال اس الاكس تقترب من لا نهائي يلا شباب ايه ده بمين؟ لو حطيت لا نهائي ما لا نهائي على 3 مين يكسب؟
شيفت تم لا نهاية مش عارفين لا الحاسب شيفت تم رقم كبير هذه 90 او سيادتك احفظ الثاني امبرس انفنتي باي على الاثنين لو سيادتك فاكر السكتش باي على الاثنين يبقى في السيادتك ما تروح من المال النهائي الفانكشن اللي بتختار بتحول قرار من ايه؟ انا نسيت اعملوا شيفت تام للآلة حسب الرقم الكبير هديك 90 يبقى الثاني امبرس انفنتي كام؟ باي على الاثنين ناقص لو شفت كل اكس وحطيت اس يبقى تان انفرس اس على التلاته بس ده يبقى في ايه؟ اف اوف اس عليكم بس يا شباب حد عنده مشكله حد هنا؟ ده اللي هو قصه الصفور كمل بقى زين يوزك ويفالويت الشكل ده انا مش عايز اسيبك من الشكل ده خالص هطلب منك طلب تعرف تجيب اف اوف اس استخدام الديفينيشن